للمزيد من المتابعة عبر الهاتف ينضم إلينا الدكتور إسلام شاهين أستاذ الاقتصاد السياسي. دكتور إسلام أرحب بك معنا، وكل عام وحضرتك ومصر أجمعها بخير يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم وبالسادة المشاهدين، وكل عام ومصرنا دايما في خير وسعادة ورخاء. بشكرك. يعني خليني أبدأ مع حضرتك ب طبعا عيد العمال وما قامت به الدولة المصرية خلال 7 سنوات ماضية للعمال المصريين، سواء كانوا الذين يعملون بشكل منتظم أو غير منتظم يا دكتور. في الحقيقة طبعا باعتبار العمال هم جاءوا في فترة عصيبة جدا، كان في تحديات محلية بعد ثورتين، جم في محل تحديات إقليمية في ظهور مشاكل في الإقليم بتاعنا، في ظهور ثروات إقليمية زي حتى صهر وغيره، في تحديات عالمية منها على سبيل المثال أو أقربها اللي بنعيشه حاليا هو فيروس كورونا. ابتدت الدولة في 2014 انها تحط خطة ما تسمى خطة مصر 2030، انها بتحاول انها تراعي كافة فئات المجتمع من كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. يأتي على رأس هذا الأمر المحرك الرئيسي وصمام الأمان وهم العمالة. صحيح. كانت العمالة بتمثل 60% منتظمة، فالأخطر منها هو 40% عمالة غير منتظمة. ابتدت الدولة لتحمل هموم الوطن وبقاء الدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتشوف التحديات اللي بتحصل على مستوى العالم او التحديات الاقليميه زي ما اشرنا او التحديات المحليه، عشان تقدر تنهض بهذا القطاع وانها تكون فعلا تحقق تنميه. فاطلقت مرحله اولى للاصلاح الاقتصادي، والمرحله الثانيه التي اطلقت منذ ايام للمرحله الثانيه للاصلاح الاقتصادي. نعم. كل ده عشان نقدر ننهض بدورتنا ونشوف ازاي تبقى في هذا الاطار لياتي هذا اليوم وهو يوم 1/5 وهو عيد العمال، عشان يحمل مزيد من الرسائل ومزيد من تحقيق المتطلبات عشان نقدر الى نصل الى نتائج مطلوبه. يعني اتفضل يا فندم اتفضل. من هذه الرسائل طبعا ان احنا حاولنا ان احنا سياده الرئيس ياكد على دور العمال، قيمه العمل، دور العمال في تحقيق اللي وصلنا ليه، سواء كان على مستوى النمو او التضخم انه قل او البطاله انها قلت او الاحتياطي انه زاد او العجز انه قل او معدلات الفقر انها قلت، كل ده تحقق بايد وسواعد المصريين الشرفاء. بياتي على ذلك ايضا المشروعات القوميه اللي قامت بها الدوله في الفترات الاخيره، كنا مش هنشوف ان كانت تم تحقق هذه المشروعات الا بايادي وسواعد المصريين. صحيح. لما شفنا حادثه اخيره زي حادثه جنوح السفينه في قناه السويس، قامت بها ايادي مصريه اللي يضربوا مثل وانجازات عالميه في تحقيق التنميه المصريه. ايه اللي متطلب في هذه الفتره القادمه؟ متطلب فعلا مزيد من سن التشريعات، متطلب جهود للعماله غير المنتظمه، والدوله في الحقيقه انها تكون انها تعمل 2.1 مليون لمليون مستفيد من العماله غير المنتظمه، انها تعمل شهادات زي شهاده امان وبرنامج حمايه والتعامل مع فيروس كورونا بالحد من العماله سواء المنتظمه او غير المنتظمه، انها تحاول انها تاخد منهم الحد من الاجور. والحقيقه ان دي يعني هذه النقطه تحديدا يعني تستوجب الوقوف عندها دكتور اسلام، والحقيقه انه بنتحدث عن هذه النقطه بفخر انه الدوله المصريه من الدول القلائل اللي اهتمت بعمالها، سواء كانوا اللي بيعملون بشكل منتظم او تحديدا كمان اللي بيعملوا بشكل غير منتظم اثناء جائحه كورونا. العديد من الدول الاوروبيه والكبرى اثناء هذه الجائحه نسبه البطاله عندها زادت، ولكن احنا تابعنا العكس في الداخل المصري، ولا لم تأتي مصر على حقوق عمالها أثناء هذه الجائحة. أستاذ نانسي، إحنا لازم نقول الكلام ده إزاي تحقق بالأرقام. تاني حاجة نأكد عليها، ما نقولش إن شهادتنا إحنا كمصريين بس، إحنا عايزين نشوف طبعا يعني شهادات المؤسسات العالمية، لازم نشوف صندوق النقد الدولي قال إيه، مؤسسة جي بي مورجان، المؤسسات العالمية أشادت إزاي بالاقتصاد المصري، ونشوف الأرقام اللي تحققت بالفعل على مستوى البطالة. يعني لما نيجي نشوف إن مصر كانت من أسرع دول اقتصاديات العالم في هذه الفترة، إنها تاني دولة على مستوى الدول العربية من حيث الناتج المحلي بتجاوز 360 مليار، إن معدل النمو وصل حاليا 3.6 مليار، لكن عايزين نقول إن كان قبل كورونا كنا وصلنا إلى 5.6 مليار في المية، وكنا عايزين نرنو إلى 7% معدل نمو. مصر كانت من ضمن 16 دولة على مستوى العالم حققت نمو أكثر من 1%، في الوقت اللي فيه حوالي 11 دولة حققت نمو أقل من 1%، و167 دولة على مستوى العالم عملت انكماش أقل من 0%. يعني عايزين نقول مصر إنها تكون من ضمن هذه الدول، ده لن يتحقق إلا
بما وضعته مصر من مشروعات، بما حققته من حماية اجتماعية، بما حققته من حماية اقتصادية. عشان تأتي البطالة 2016 على سبيل المثال كنا 12.4%، حاليا البطالة أصبحت 7.5%، ده في تقرير آخر تقرير في أول 2020. يعني عايزين نقول إن انخفاض البطالة، زيادة الاحتياطي من 2013 لما وصلنا إلى 13 مليار إذ نصل إلى أكثر من 45 مليار في نهاية 2019، أما نيجي نشوف إن تضخم قل وده كان واضح حتى في يوليو 2017 كنا وصلنا إلى 34%، حاليا بنتكلم 4.3%. صحيح. بنتكلم ان معدل النمو انه يزيد بهذا الاطار اللي اتكلمنا عليه، كل ده في ظل جائحه اسمها جائحه كورونا اثرت على اقتصادات العالم كله. كون ان مصر تتعامل مع هذا الملف باداره احترافيه محنكه، ده ما جاش الا من خلال اداره واراده سياسيه رشيده واراده شعب قوي وواعي، عارف هو عايز ايه، ايه مقدرات بلده، ايه التحديات الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه. طيب الحقيقه يعني انا مش عايزه، يعني طبعا احنا عارفين ان العمال في مصر زي ما سيادة الرئيس قال هم ثروة الوطن الحقيقية، ولكن أنا عايزة أتكلم كمان دكتور إسلام على ما قامت به الدولة للعمال. إحنا مش بنتكلم بس على العمال من فئات معينة، إحنا بنتكلم على حتى ما قامت به الدولة من توفير مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر على مدار السنوات الماضية. طبعا زي حضرتك عارف جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويعني معرض ديارنا ومعرض تراثنا والعديد والعديد الحقيقة من اللي الدولة وفرته لأبنائها. عايزة أتكلم حتى عن هذه المشروعات يا فندم. طبعا المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي قاطرة التنمية والحفاظ على مقدرات الوطن. لما شفنا بعد الثورات 2011 و13 مصر اللي خلاها صامدة هي وجود مشروعات صغيرة ومتوسطة. إن كان في حد بيكون بائع بقول عامل مشروع صغير قدر ان هو ياكل ويشرب ويتعايش في ظل الازمات اللي مرت بها مصر في الفترات السابقه. بدايه المشروعات الصغيره والمتوسطه الدوله بتهتم بيها في هذه المرحله باعتبارها قاطره التنميه، لان احنا في متشابهين مع بعض الدول العالميه والتجارب العالميه زي الصين والهند اعتبرهم دول كثيفه السكان والموارد بتكون الى حد ما بتحتاج الى اداره رشيده. بنيجي نشوف نفسنا ان الدول دي قامت وتقدمت للمشروعات الصغيره والمتوسطه، ولكن مصر عينها دلوقتي مش على المشروعات الصغيره والمتوسطه كمشروعات تقدم فقط للشباب، ولكن الجانب التكنولوجي والذكاء الاصطناعي واستيعاب ثوره المعلومات بيكون لها جانب كبير جدا. بنشوف ان وزاره الصناعه بتقدم جانب، بنشوف ان وزاره الشباب حتى بتقدم بعض المشروعات في مراكز الشباب للشباب، بنشوف ان كل الوزارات على مستوى ال 35 وزاره في الدوله المصريه بتقدم اهتمام كبير جدا بالمشروعات الصغيره والمتوسطه، ده عشان يبني ويصمد الدوله المصريه امام اي تحديات مثل جائحه كورونا او كانت تحديات سياسيه او كانت تحديات اجتماعيه او اقتصاديه بيمر بها المجتمع المصري. صحيح. اخيرا دعني اختم معك بهذا السؤال. بالتاكيد دكتور اسلام، يعني كما قدمت الدوله للعمال المصريين، اكيد على الجانب الاخر اثناء جائحه كورونا يعني العمال المصريين قدموا كتير للدولة المصرية يا فندم. عايزة أتكلم مع حضرتك عن هذه النقطة تحديدا، خاصة أن هم كانوا بيعملوا في وقت صعب، وقت جائحة كورونا، وتابعنا جولات للسيد الرئيس كان يعني حتى في بعض المنشآت بيؤكد على العمال على ضرورة أخذ الإجراءات الاحترازية وما شابه. طبعا صحة وسلامة العمال وخاصة في ظل هذه الجائحة هو صمام أمان بيأكد عليه الإرادة السياسية والدولة المصرية أنها تأكد دائما على أن العمال يلتزموا بمعايير الصحة والسلامة المهنية. العمال كان في فترة كبيرة جدا مروا بها فترة صعبة، ولكن اهتمام الدولة انها تعمل تخفيض للعمال في المؤسسات والوزارات المختلفة، انها تهتم انها تقدم علاوات للعاملين وخاصة العمالة غير المنتظمة، انها تقدم ما يسمى يعني مش بس صحة وسلامة مهنية او انها تعمل تخفيض للعمال، انها تقدم دعم ايضا. الدعم اللي مطلوب في هذه الفترة الدعم المالي، العلاوات المطلوبة، الاهتمام بجانب الصحة، الاهتمام في كل هذا الفترة انه بتعمل برضه تأهيل تكنولوجي ودورات حتى في ظل جائحة كورونا، كل ده بيرفع من كفاءة العامل، بيرفع من مستواه الفكري، من مستواه المهني، باهتمامه باحفاظه على العمل، باحفاظه على نفسه، باحفاظه على صحته. الدولة تدرك تماما ان هناك جوانب اقتصادية، جوانب اجتماعية، جوانب أمنية، جوانب سياسية، جوانب صحية، هذه الجوانب الخمسة اللي الدولة بتهتم بيها بيدل بإشارة واحدة إن الدولة المصرية تدرك ماذا تفعل وماذا تريد أن تحقق من نتائج. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم، كنت ضيفي عبر الهاتف الدكتور إسلام شاهين أستاذ الاقتصاد السياسي، شكرا جزيلا لك.